خلينا دلوقتي نرحب على التليفون معانا الاستاذ محمد الالفي مدير بطوله افريقيا لكره اليد. صباح الخير عليك يا فندم واهلا بيك تاني. اهلا بحضرتك. خليني يعني في البدايه اتكلم عن المجهود الكبير اللي اتعمل عشان ننظم البطوله بالشكل اللي يليق باسم مصر. خلينا نعرف من حضرتك الاستعدادات اللي تمت لتنظيم البطوله. والله يا حضرتك المفروض ان البطوله دي اتقال عليها قبلها بسنه على الاقل، على اساس يبقى التوضيب ليها يبقى حاجه كويسه يعني. فهم احنا عرفنا بس من شهر و13 يوم بالبطوله، واول خمس ايام قعدنا على اساس القرعه، عملنا القرعه والحمد لله القرعه عدت على خير. يعني احنا عملنا في وسط القرعه الساعه 5 والساعه 7 عملنا القرعه، وكان رئيس الاتحاد الافريقي موجود. بعدين حضرتك بقى الصاله اللي هي الثانيه اللي هي الصاله الدوليه بتاعت وزاره الشباب كانت معموله باسكت، وكانت الانوار بتاعتها خفيفه. فالدكتور اشرف صبحي مشكورا عمل لها زي بيقولوا عليها ايه تطوير، وغير غير الاضاءه وغير 6 كومبريسور بتوع التكييف، وجبنا الارضيه من استاد القاهره لانها لازم تبقى هاند بول بس، وطورنا بقى الكراسي وكل عظيم حاجة. بكل تاكيد بقى يا استاذ محمد ده كان ليه انعكاساته على انطباعات الوفود المشاركه والمنتخبات المشاركه في بطوله كاس افريقيا. المفتشين مش مصدقين الحقيقه، يعني المفتشين اللي جم قبل كده مش مصدقين. وطبعا في ديفوهات لسه موجوده، ما فيش كاميرات. حتى امبارح من منصور اريمو قال للراجل بتاع التفتيش، قال له ده كويس قوي ان هم عملوا كده في هذه الفتره القليله عشان الوقت كان قليل. والحمد لله طبعا الدكتور مصطفى هدود، وانا كان معايا عمرو صلاح من الاتحاد. احنا ما عيدناش الحقيقه، احنا بيتنا في الاوتيل بتاع الصاله بتاعت الدكتور حسن مصطفى، واحنا يعني عارف شغالين ليل نهار. لا يعني زي ما حضرتك هو امبارح اول امبارح بالليل الكهرباء ضربت في الصاله الثانيه، ورحت انا وكابتن مصطفى هدود. يعني حضرتك كنت بتتكلم على انه الوقت كان قليل قوي، عرفنا بالتنظيم في وقت قليل جدا، ولكن احنا كان لينا تجربه سابقه في وقت كورونا، ودلوقتي بننظم كاس افريقيا. يعني وقت الكورونا كان عندك سند بتوضبي فيها الصلاه. اقصد انه طبعا اكيد اكيد الوقت عامل الوقت كمان مهم جدا يا فندم. الاستاذ محمد الالفي مدير بطوله افريقيا لكره اليد، نشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر.